ادب الحوار. اذا كان الانسان يريد ان يتحاور اول شيء يخفض صوته، يعرض حقائقه، اذا تكلم الذي امامه ينصت وينتظر حتى ينتهي من كلامه، ثم لا يبين له انك مخطئ في كذا وكذا، لكن يقول كلامك صحيح، كلامك عظيم، كلامك واضح، انت قد اضفت لي معلومة ما كنت اعرفها، ولكن انا يمكن ربما وجهة نظري كذا. يعني اذا رأيت دخلنا في جدل اتوقف فورا، اتوقف فورا. يعني ان اختلفتم في شيء فردوه لمن؟ الى الله والرسول، بس خلاص. لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالذي يستنبط الاحكام لازم يرجع لكتاب والسنة. اما يعني ننتظر السقطات واللقطات واللفظات عشان نعيب على الناس، ولا لا 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 قال فلان ولكن فلان، يا عم زي بعض ما فيش مشكلة. المسألة ابسط من هذا بكثير، ويجب الا اقتنع انني على الحق المطلق وان غيري على الباطل المطلق.